اللي هو عرض بعض القنوات يعني تعرض افلام للتائبات وهاي، فما ادري هل لكم كلمة توجهونها لهذه الشركات والمؤسسات؟ والله أنا أقول ما قلته في بداية التزامي: من دار مسلما داره الله، ومن شاق مسلما شاق الله عليه، ونحتسب عند الله هذا الأمر. لقد تبرأنا منه تماما، فهم بيأخذوا هذا الوزر. يعني سبحان الله، يعني نحن نسمع، لا نرى الحمد لله، ولكن نسمع. يعني هم قادرين يتحملوا وزر ما يفعلوه، وأوزارنا احنا كمان ان شاء الله، لان احنا تبرأنا منها. يعني واقول قول سيدنا موسى: فعلتها وانا من الجاهلين. فان التوب على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. داخل